أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني استمرار بلاده في النهوض بدورها التاريخي في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وخلال خطابه أمام البرلمان الأردني أكد الملك عبد الله سعيه لتعزيز الديمقراطية والنموذج الإصلاحي عبر مجلس الأمة واستمرار دعمه في دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على تراب الوطن الفلسطيني وعاصمتها القدس وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس. سيستمر الأردن بالنهوض بدوره التاريخي في الدفاع عن قضايا أمتينا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على تراب الوطن الفلسطيني وعاصمتها القدس وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.